السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم أنا قاعد مع حبيبي وأخويا الكبير وأستاذي على قديمه، أستاذي الكبير الفنان إبراهيم كوال. النهاردة علشان خاطر النهاردة في طبعاً غير كوالات للفنان إبراهيم كوال أخويا وحبيبي، ففي اختراع أنا مخترعه أساساً، بس هو ما قاليش عليه إن أنا أجيب له العقل دي من البيت عندي، علشان ده في حاجة بعملها حسب طلب العازف اللي هو الماهر، عشان ما حدش بس يوصل ايه للجماعه المبتدئين، ما حدش يقول لك ده البيت كوالا للفنان ابراهيم كوالا او عبد الله حلمي او نادر الشعب يديهم كوالات نظيفه واحنا بيدينا الكوالات اللي كذا. ما عنديش اي حاجه كده، اقسم بالله العلي العظيم، في رمضان واحنا في رمضان بقول اقسم بالله العلي العظيم انا ما عنديش فرق بين الفنان ابراهيم كوالا بين الفنان عبد الله حلمي او قط او نادر او اي حد عازف او مبتدئ، ان الموضوع عندي واحد. ليه؟ لان بخاف على سمعتي اولا واخيرا. طيب، في اختراع في العقله، العقله دي مقسومه نصين. يعني مقسومه نصين؟ اي عقله طويله قصيره مقسومه نصين، بمعنى ان احنا بنقول هنا ايه الرصد. رصد ايه؟ ري، تمام كده. طيب احنا لو طلعنا هنا فوق هيبقى ادينا ايه رصد. رصد ايه؟ رصد ايه؟ رصد الصوت. بياتي الله، بياتي ايه الله. الكولة دي كولة بوسلك، الكولة دي ايه كولة بوسلك، القفل بتاعها ريل، البيت بتاعها ايه مي بيكار، تمام كده. الرأس بتاعها احنا قلنا العقلة ايه مقسومة ايه نصين. الرأس بتاعها اللي هو الجركة يعني اللي هي الكبيرة فوق طبعا بتدينا ايه، بتدينا صول، وهنا بتدينا لا. طيب احنا هنا علشان نعزف حجاز تمام، هنا عايزين نقول سيكا. السيكا هنا عالية، عملنا اختراع هنا في الصق اللي هو قبل الاخير ده، الصق قبل الاخير. مهما هقول طبعا الفنان ابراهيم كوالا من شويه بيقول لي ايه هتدي سر المهنه للناس، فانا بقول مهما قلت اسرار او قلت مثلا كذا في شغلي خلي اللي يعمل يعمل، بس الموضوع استحاله انك انت هتعمل طبخه وحاطط فيها بهارات وحاطط فيها حاجات زي كده غير اللي هو ايه الاساس يعني، والرك على ايه على الاساس. ما هو انا قبل كده بقول يا جماعه لازم يكون الصانع لازم يكون عازف ماهر. الفنان ابراهيم كوالا طبعا راجل عازف ماهر وعالمي، بس ما عندوش موهبه التصنيع، وده طبعا مش عيب. وده ايه مش عيب. ليه؟ ربنا الحمد لله من عليا موهبه التصنيع وموهبه ايه؟ موهبه العزف. طيب انا علشان كده العازفين الكبار او اي حد عازف بيجي ليه بقى يلجأ عندي؟ علشان خاطر انا بحس بيه ان انا راجل ترزي، هديك بدله بتلبسها بتطلع مظبوطه عليك، صح الكلام؟ طيب علشان ما نكترش الكلام نقول ده بيرغي كتير، ما انا برغي كتير، برغي في الواقع. الواقع اللي برغي فيه برغي فين؟ في الواقع، مش بقول كلام خارج الموضوع، برغي ايه؟ في الواقع. هنا قلنا الكونه مقسومه نصين اللي هو الرز بتاعها عادل هو ده تمام، والرز بتاعها اللي هو ايه تمام. هنا هنطلع نبقى ايه، ممكن نقول حجاز، ممكن نقول بياتي، ممكن نقول نهوان، ممكن نقول سيكا. طيب ازاي السيكا بتمشي مع الغربي؟
يبقى الثقب ده عالي. نجرب تاني مع الفنان ابراهيم كولب قبل ما نحط البلاستر علشان خاطر هو ما قاليش هات العقله اللي معاك اللي هي ايه اللي انا مجهزه ان انا اجيب له العقل بتاعته اللي معموله كده. هيجرب ويعزف لكم السيك عامله ازاي، ولما نحط البلاستر هتبقى الموضوع عامل ازاي. انا في كوالات مجهزه بالموضوع ده عندي ان انا منزل الثقب ده تحت في الصناعه. طبعا انا حطيت البلاستر اهو عشان برضه يعني ايه يبقى سر المهنه برضه طلعناه مفيش مشكله. ادي البلاستر فين اهو. اتفضل يا استاذ عازف كده يا استاذ عازف السيك على طول تترارا دي عراب بتاعتك. شفت السكة عامل ازاي؟ الاول لكن شوف دلوقتي بلاستر من غير ما تعمله النص ولا اي حاجة. ما شاء الله. ايه رأيك؟ تمام. ايوه مظبوط. مدير عاملها شفت عبد الله لما كان بيعزف في الاوركسترا كان عامل ازاي؟ انا شفته فقلت هو قلت ايه؟ شفته بيعمل ازاي؟ فقلت بس انت عامل الاختراع. ما هو خاطر الموضوع دوت يعني عامل طبعا ما فهمش ايه. وبرده نفس النظام برده نادر الشاعر عزف بيه برده مع حاجات الوقت دلوقتي عامل له خمس قطع شغالين زي الفل يعني في الاستوديو. براحتك اعمل انت عايزه. الناس كمان المحترفين لهم ودن برده هيسمعوا معانا برده. الزبده زيها زي الصبا والسيكه والحاجات. براحتك. شوف انت مستريح نفس صباعك من غير ما تعمل له نص من غير ما تعمل له ربع. هو انت اقول كده عليه ما اعمل هو انت كده قول لي كده.
طب والله.